أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة. هنتكلم النهاردة عن أورام الثدي وصحة المرأة. هنتعرف من خلال الحلقة عن يعني إيه أورام وأنواع الأورام وإزاي نشخص الأورام وإزاي نكتشفها مبكرا وأهمية التدخل المبكر ليها وإيه الطرق اللي تخلينا يبقى عندنا وقاية لحدوث هذه الأورام وأنواع التدخلات المختلفة لعلاج الأورام. كل ده هنعرفه من خلال ضيف حلقة النهاردة، الدكتور السيد الباز، استشاري جراحة الأورام وأورام الثدي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ عماد. الحقيقة يعني الفترة اللي احنا عايشين فيها وخلال العصر اللي احنا يعني عايشينه فيه تقدم تكنولوجي، وده طبعا حاجة مميزة لهذا العصر، العصر الرقمي وعصر التقدم التكنولوجي في كل حاجة، وده بيخلي فيه طفرة كبيرة في الصناعة، ولكن في نفس الوقت بيبقى فيه آثار جانبية لهذا التقدم التكنولوجي على صحة الإنسان، وخاصة موضوع حلقتنا النهاردة الأورام وصحة المرأة. عايزين من خلال حضرتك نتعرف مع بعض على يعني إيه ورم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيك في عيادة الصحة. الورم هو كلمة تعودنا عليها، تعودنا على أنه أي شيء محسوس، كلكيعة بنسميها أو شيء زايد عن الجسم نقول عليه ورم. لا، هو الورم له أنواع وله مسميات. هو بيبقى تحور في الخلايا والأنسجة الطبيعية لجسمنا، يعني احنا جسمنا متكون من مجموعه خلايا وانسجه، بيحصل احيانا طفرات في الخلايا دي، فمن خلال الطفرات دي من مراحل 3-4 مراحل للخليه بتتحول فيها من خليه طبيعيه الى خليه سرطانيه او خليه وخدت شكل تاني وخدت بيهيفير تاني عن الطبيعي اللي بتقوم به الخلية. يعني تحور في الخلايا الطبيعية بحيث ان الوظيفة بتاعتها، الوظيفة الأساسية للخلية دي في العضو معين بتأثر على الأداء أو الوظيفة الخاصة بالخلية. بدل ما كانت بتعمل حاجة مفيدة، لا، بتعمل حاجة عكسية. طيب، يعني أخد من كلام حضرتك ونقول ان في بعض الأورام يعني ممكن إنسان يتعرض لحادث أو للدغة معينة أو يعني حدث عارض ممكن يسبب لي ورم، ولكن هناك أيضا أورام أخرى ممكن تكون غير ظاهرة. فعايزين نتعرف مع حضرتك بقى عن أنواع الأورام المختلفة، وإمتى نحس إن الورم ده أو نعرف إن الورم ده مقلق أو إن الورم ده يعني شيء طبيعي. تمام. هو انواع اولا اسباب الاورام متعدده، كل عضو او كل ورم في عضو سواء كان ثدي او مثانه او قولون او معده، كل عضو اصيب بورم له اعراضه وله انواعه. يعني الاعراض كلها مش متشابهه، مش متشابهه اطلاقا. على حسب كل جهاز او عضو تم اصابته بهذا الورم بيظهر ليه اعراض مختلفه عن الاخر. بالظبط. وهنقول ان شاء الله لحضرتك العلامات بقى، العلامات اللي بتخلينا نقول انه في اشتباه ورم في المثانه او المعده او الثدي او القولون، هنقولهم يعني لحضرتك. عايزين لكن دلوقتي الانواع هو نوع حميد ونوع غير حميد. يبقى عندنا نوعين، الأورام الحميدة والأورام غير الحميدة. بالزبط. أو اللي بنطلق عليها الخبيثة أو الخبيثة أو السرطانية أو السرطانية. ده يعني التقسيم الشائع لأنواع الأورام. بالظبط. حميد خبيث. حميد ده نوع موجود وبينتهي باستئصاله فقط الجراحي. النوع الثاني الخبيث، لا، ده له علاجات أخرى تكميلية. ده موضوع مهم ولازم نقف عنده. هل فعلا الجراحة. لأننا كنا عارفين أن معظم الأورام لازم تدخل جراحي ديها
ولكن هنعرف من حضرتك هل هناك بدائل ولا لا. ولكن قبل ده محتاجين نعرف من حضرتك برضو يعني امتى يشعر الانسان بالخطر، وهل هناك اساليب شخصيه نقدر يعني اسلوب الانسان من نفسه كده يقدر يستشعر ان في عنده ورم ومحتاج يروح للطبيب؟ في علامات حيويه اساسيه من خلالها الانسان يقول انا كده لازم اروح لدكتور الاورام. احنا دايما نقول انه لما تتعب روح لدكتور. طب انا عايز اعرف لما اتعب عايز اروح لدكتور اورام، ما اروحش لدكتور جراح عموم او اروح لدكتور باطني تحت مسمى ان العرض ده اللي شخصه لي البطنة او الجراحة العامة. لا، في علامات اساسية. كل عضو ربنا سبحانه وتعالى جعل له عرض بحيث العرض ده يقلقك موطن الإصابة. بيشير على موطن الإصابة ويقلقك إنك لابد إنك تزور استشارة الأورام. إزاي فندم بقى نعمل الفحص الشخصي قبل حتى ما نروح لطبيب من خلال بعض المعلومات البسيطة؟ تمام. لكل عضو له علامته وفحصه اللي المفروض إحنا زي ما بقوله نشيت على نفسنا. اكتشاف مبكر. الاكتشاف المبكر احنا هنقوله في لما نيجي نسرد كل ورم دلوقتي عرضه ايه. تمام. الثدي هو اشهر ورم بيقلقنا كلنا، بيقلق كل ستات مصر ومهم جدا. هل هو منتشر بنسبة كان عالية؟ لفتره طويله في الاوقات السابقه بالظبط قبل سنتين او ثلاثه كان نسبة في تزايد. الحقيقة بعد برنامج الرئاسي للرئيس السيسي اللي عمله وبالتحديد في مركز أورام دار السلام هارمل اللي أنا بتشرف بالعمل فيه، في برنامج رئاسي اتعمل، الوزارة كونت برنامج رئاسي أمراض الثدي للاكتشاف المبكر لأورام الثدي وصحة المرأة، وإحنا بنستقبل يوميا وبنجري عمليات على نفقة الدولة لكل المصابين بورم الثدي واللي بنكتشفه من خلال العيادة. كل ده بدأ الحمد لله يقل جدا والأعداد تقل جدا. يعني بنوجه يعني الشكر للدولة على دورها الكبير من خلال المبادرات الرئيسية المختلفة اللي بتهتم بصحة الإنسان واللي كانت غير مسبوقة من قبل، يعني طفرة كبيرة في علاج الفيروسات وعلاج الأمراض وأمراض التغذية وأمراض الأورام. الحقيقة يعني طفرة في العناية بصحة المواطن المصري. فبنوجه التحية والشكر لدولة رئيس الوزراء وفخامة الرئيس على اهتمامه غير المسبوق بصحة المصريين واللي أتت بثمارها زي ما حضرتك بتقول. كان في زيادة في ارتفاع نسبة أورام الثدي، ولكن مع التدخل ابتدت فعلا يبقى في آثار لانخفاض نسبة الإصابة بأورام الثدي وطبعا الأشياء الأخرى زي الفيروس سي وهكذا. هو الحقيقة بس يعني أحب ألقي الضوء على النقطة دي وأقول إنه معالي دولة رئيس الوزراء مع الرئيس السيسي من ساعة ما تقلدوا رئاسة الدولة والمسؤولية هم حطوا معظم همهم في راحة المريض. ده حقيقي. أنا على أرض الواقع. ليه؟ لأنه كان فيروس سي كان حاجة مزمنة جدا وحاجة مقلقة واعداد بتموت كل سنه بصفه كبيره. كان يعني الناس كلها تقريبا بعد ما طلع العلاج وبعد لما الدوله ادت العلاج لكل المواطنين لقينا انه فعلا كان في حاجات كتير جدا موجود بس ما فيش تلاقي علاج. ما شاء الله احنا دلوقتي كلمه انه عنده فيروس سي دي ما عادش موجود بفضل الله. انتقلت الدوله من بعد علاج الفيروسات الكبديه واكتشافها مبكرا وعلاجها التجأت للأورام، حتى مش على مستوى بس العلاج وتشكيل تيم فريق كامل لعلاج أو القضاء على ظاهرة الأورام وتحديدا الثدي، لأن هي صحة المرأة هي أهم ركن في المجتمع. المرأة هي الأسرة. لأن هي الأسرة. فالدولة مهتمية اهتمام كبير جدا بصحة المرأة، واختارت مركز أورام دار السلام أن يكون مشروع لتنفيذ علاجها، مركز الإشعاع بالظبط، وسنتر لأورام الثدي على مستوى الجمهورية،
وتم تشكيل لجنة كاملة من البرنامج الرئاسي من أساتذة الجامعة العظام سواء كان القصر العيني أو معهد القوم والأورام، أساتذتنا ومعلمينا وناس لهم كل الشكر والتقدير مع إدارة المستشفى. طبعا نوجه ليهم الشكر على تفانيهم. ناخد اتصال من الأستاذة نادية. أستاذة نادية أهلا بيكي. أهلا حضرتك. معاكي الدكتور السيد الباز، هتفضلي حضرتك اسالي سؤال. دكتور لو سمحت انا عندي نزيف ما بيقفش. النزيف دوت مستمر. هو انت عمر حضرتك كام سنه؟ عمر حضرتك عندي 31 سنه. والنزيف ده مستمر يعني الدوره بتطول يعني الدوره بتستمر ال 20 يوم بتقعد معايا ال 20 يوم كتير. تمام. هل الكلام ده بدا معاكي من بدايه الدوره من بعد لما حصل البلوغ وبدا تيجي الدوره وانت حضرتك بتعاني من النزيف ده؟ انا الناس بتجيلي من شهر 10 اللي فات لحد وقتنا هذا بتجيلي 20 يوم وتقف كام يوم وبعدين ترجع تاني تيجي. طيب هل حضرتك متزوجه؟ متزوجه ومخلفه معايا بنت. تمام. طيب هرد على حضرتك النزيف. طيب شكرا لاتصال حضرتك وتابعينا من خلال الشاشه، وطبعا بنوجه عنايه الساده المشاهدين بيسعدنا تلقي اتصالاتكم واستفساراتكم على تليفون البرنامج. اتفضل يا فندم. هي يعني دي اول حاله تقول علامه من العلامات اللي بتخلي المراه تفكر ان هي عندها حاجه بتقلق خبيثه او ورم. لا، هو النزيف المستمر ده في الغالب بعد ما بنجري الفحوصات اللازمه ليها من سونار مهبلي الى دلالات الاورام بنفاجئ انه او بنكتشف انه هو ورم حميد بيبقى عباره عن تليفات موجوده داخل بطانه الرحم وبتتعالج بان هي بنعمل لها كحت الاول وبعد كده بنشوف الخلايا اللي موجوده اللي قلنا لحضرتك عليها وبعد كده بنفاجئ ان هي أورام ليفية عادية يمكن التخلص منها وإزالتها الأورام بقى الليفية دي حاجة حميدة يعني العرض اللي طبقا لسن المدام 31 سنة أو 30 سنة والمدة ده في الغالب بيبقى أكياس ليفية أو أورام ليفية ان شاء الله بتتعالج بالادويه او المنظار. عايزين نوجهها بقى نقول ايه للاستاذه بتتجه نادي. بتتجه هي الحاله نسى اكتر منه اورام. حابه تتجه لدكتور الاورام لتاخد رايه في الاكياس اللي فيها، الاول خطوه تاخدها تروح لاستشاري النساء والتوليد. هيقوم هو بعملان السونار ليها والتشخيص المبدئي. بعد كده اذا كانت ورم ليفي وده بنسبه 99% تتجه لدكتور الاورام تاخد رايه، ثم بعد ذلك عمليتها بتبقى علاج رقم واحد. بعد كده ممكن الاورام دي تتشال بالمنظار وتبقى طبيعيه 100%، فلا تقلق يعني من الامور، لكن تكمل فحوصاتها. المهم انها يعني بنقول لمدام مدام ناديه يعني ما تتاخريش في ان انت تحاولي تتعالجي عشان كل تاخير طبعا بيعمل اثار جانبيه مضاعفه. ناخد اتصال من مدام ايمان. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. بحضرتك يا دكتور. معاك الدكتور السيد الباز. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. لو سمحت يا دكتور انا عمري 28 سنه ومتجوزه بقالي حوالي 10 سنين كده. وصدري عندي فيه حته مكلكعه صغيره كده من جوه وبتوجعني، هي بقالها فتره طويله معايا دي 15 سنه. وكنت انا كشفت قبل كده والدكتور قالت لي يعني اللي عايزه مضاد حيوي وخلاص بس ما خدتش العلاج، هي حاجه بسيطه خالص يعني. تمام. احنا عايزين نقول بس في حته شكرا ليك يا مدام. شكرا لحضرتك. نلقي بس الضوء تابعينا من خلال الشاشه على احنا كنا بنتكلم بقى عن اورام الثدي وبالمناسبه اتصال مدام ايمان نقول بقى الاسباب، وخاصه ان في بعض الناس بترجع الاسباب ليه ممكن يعني وسائل منع الحمل او بعض العلاجات اللي بتاثر على انتشار نسبه اورام الثدي. فحكي ادينا سؤال جميل منك يا دكتور عماد ومن المتصله، وهو القلق من اورام الثدي واسبابها. هي الاسباب
اللي متعلقه باورام الثدي هو تغير فسيولوجي في الهرمونات الاساسيه للثدي بالتحديد. الثدي بالتحديد غده. الغده مسؤول عنها في جسمنا كله هرمونات معينه. التغيرات في الهرمونات دي الخاصه بالست بالتحديد هي اللي بتعمل قلق. عايزين نقول بس اسباب الاورام بوجه عام للثدي حاجه تتعلق بالدوره، وحاجه تتعلق بالزواج، وحاجه تتعلق بالعمر، وحاجه تتعلق باساليب منع الحمل. ال 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 كل ما الدوره جت مبكرا او اختفت مؤخرا متاخره او الست لم تتزوج او الطفل البيبي الاولاني جه بعد 30 سنه، دي حاله الست فيها لا تقلق. لازم الست تحترم الفسيولوجي بتاع جسمها، ان من 21 سنه الى 30 سنه الفتره دي لازم الست يكون في زواج واستقرار وخلفه علشان نحمي نفسنا او نقي نفسنا من اورام الثدي بعد كده. دي حاله. الحاله الثانيه وسائل منع الحمل. كان زمان الحبوب هي يعني واخده صيت، وكان كل الناس بتستسهل وتاخد البرشام، برشام منع الحمل. وجدنا انه ليها دور، ليها دور ليس الاساس لكن ليها دور حبوب منع الحمل في اورام الثدي. فالافضل الوسيله لان الحبوب بتاثر على الهرمونات، لان الحبوب دي عباره عن هرمونات. هرمونات تمام والله. الحبوب هرمونات، والهرمونات بتغير بتاثر على بعضها البعض. اللي بناخده من بره ده بيأثر على اللي جوه، اللي بيفرز من الجسم. بتدي حق للجسم انه فيه الهرمون البروجسترون اللي هو بالظبط كده. هي بتتعمل من البروجسترون، فبالتالي بتعمل خلل مع الهرمون الاصلي. تمام. او توقف عمله او تزوده. فانسب وسيله هي اللولب عشان نكون واضحين. كل الوسائل ليها نسبه حمل عليها بعد يعني اخدناها، وتركيبها ليس معناه عدم حمل 100%، مفيش الكلام ده، لكن الأأمن لكل ست انها تبدا بتركيب اللولب في المرحله الاولى من حياتها. سبب كمان اللي هو زياده وزن الست. الست لما بيزيد نسبه الدهون فيها برضه بيزيد نسبه حجم الثدي. اذا الست قل شويه فيها نسبه دهون زايده، دي اكثر عرضه ان يجي لها اورام عن الست اللي محافظه على رشاقة جسمها شوية والدهون تكون قليلة في جسمها. دي معظم الأسباب اللي هي فيها تحول في أورام الثدي. طب نرجع لحالة الست هنا. الأنواع المتصلة الكريمة بتقول أنا سني 28 سنة، بقى لها فترة عندها وعندي كلكوعة صغيرة. وهي الكلمة المدرجة واللي بتخلي كل ست تقلق في الثدي كلكوعة، إنها تحس كلكوعة حاجة السدش. غير طبيعية وغير معتادة. كورة كده صغيرة كانت أو كبيرة موجودة، دي بتقلقها جدا. بس احنا عايزين نقول ده دي علامة من العلامات الكشف المبكر لأورام الثدي. الفحص الذاتي الاكتشاف المفروض ممكن. بتروح الوحدة القريبة ليها الصحية أو المستشفى عيادة الكشف المبكر، وبيشرحوا لها ازاي تعمل فحص، أو بتجينا العيادة واحنا بنقول لها ازاي تعمل فحص ذاتي على نفسها عشان تعرف هي بنفسها. اول ما تحس ان في تغير سواء في جلد، في لون الجلد بتاع الثدي، تغير في لون الجلد، تغير في الحلمه، تغير في حجم الثدي، وجود كلكوعه جوه الثدي، الحاجات دي هي دي اللي بتقول للست اتفضلي شوفي الثدي عندك، لازم تروحي للفحص وروحي بقى للاورام. هي دي العلامات. يعني كده نقول برضو للمدام، اما هي قلقانة من ان الكلكوعة الصغيرة دي ممكن تكون ورم خبيث، ورم لا سرطاني. ده ممكن يكون في سنها، ده ممكن يكون سيست يعني كيس، وده بنسبة كبيرة جدا. ممكن يكون تضخم في الغدد اللبنية. اذا 99% و9 من عشرة في حالة المدام هي تكيسات. يبقى نقول المدام ايمان برضو تذهب، لكن ليها سونار وليها ماموجرام
هي اقل من 35 سنه يبقى السونار مطلوب، فبالتالي تتجه لدكتور الاورام هيطلب لها الفحوصات وهي سونار يعني حاجه بسيطه جدا، ويقول لها ايه اللي عندك بالظبط. يبقى نقول لمدام ايمان ما تقلقيش وتروح تعمل الكشف على تزور بس جراحه الاورام واستشاره الاورام وهتطمن ان شاء الله تماما. ناخد اتصال من مدام عبير. اهلا بيكي. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن استشير الدكتور في سؤال؟ معاكي الدكتور اتفضلي. حضرتك انا عندي 33 سنه وجالي ورم حميد على الثدي، تابعت مع الدكتور، رحت دكتورين، الدكتور قال لي مفيش اي مشكله خالص، بس اللي عامل مشكله عندي ان انا مركبه كبسوله منع الحمل، وقال لي ان الاحسن ان هي تتشيل، وقال لي برضه زي ما حضرتك قلت ان انا لازم اركب اللولب، بس انا يا دكتور مش حابه خالص اللولب، ويعني شيء مستحيل بالنسبه لي اركب اللولب، مش حابه خالص على الاطلاق. فهل انا عايز اسال سؤال، هل الورم الحميد اللي عندي دوت امتى اقلق؟ لما بعد كده لان انا قطعت الدكتور وما عدتش بتابع معي، وامتى احافظ وان انا الورم ده يقل وما يروح من جسمي خالص، وامتى يا دكتور ان الورم ده هيتحول لخبيث؟ هل ممكن يتحول لخبيث ولا ده حاجه عاديه ممكن تروح مع الوقت؟ طب هو حجم الورم كام؟ حجم الورم قد ايه؟ حجم الورم حضرتك؟ حجم الورم حضرتك على ما افتكر 4 5 6، حجمه 6 سم. ممكن اشوف الكشف قدامي اتاكد لحضرتك. يعني هو في حدود ال 6 سم. يعني انت المتذكره انه في حدود ال 6 سم. حضرتك ثواني. طيب حضرتك 2 4 6. 2 في 4 في 6؟ 2 في 4 في 4 في 6. 2 في 4 في 6. طيب هل النهارده انت بس ده اللي موجود في السونار عند حضرتك؟ يعني السونار بيقول الكلام ده؟ السونار هو اللي بيقول الكلام دوت. طيب هل انت خدتي، هل حضرتك انت خدت عينه من الورم ده؟ لا ما خدتش عينه خالص، هو الدكتورين قالوا نفس الكلام، كلام واحد، قال لي ما تقلقيش خالص الورم ده هيروح مع الوقت ومع الادويه، هو اداني ادويه تظبط الهرمونات بتاعتي والادويه راحت منزل لي الدوره، لان انا مركبه الكبسوله طبعا في دراعي فمنع الدوره خالص. طيب الورم ده بقاله قد ايه؟ اكتشفتيه بقالك قد ايه؟ السنه اللي فاتت. وانت عمرك 33 سنه؟ انا عندي 33 سنه دلوقتي وانا متزوجه ومخلفه. انا بلد وبنت ومتزوجه بقالي 8 سنين. حاضر. ووزني 55 كيلو. هرد على حضرتك. حاضر. شكرا لاتصالك. وفي سؤال تاني ممكن معلش؟ اتفضلي اتفضلي. هل الحاله النفسيه ليها عامل على الورم دوت ان هو دخل جسمي، ولا دوت لخبطه هرمونات من الكبسوله اللي حطاها؟ طيب سؤال تاني بس مهم قبل ما تقفلي، هل الام او الاخت او الخاله بتعاني عانت من اورام الثدي او ال خالص من العيله عنده اورام؟ خالص؟ لا انا بتكلم على الثلاثه دول بالتحديد، مفيش فيهم حد عنده الورم ثدي. شكرا. لا خالص خالص. شكرا لاتصالك مدام عبير، وتابع معانا من خلال الشاشه ان شاء الله. الحقيقه مدام عبير قالت كذا محور مهمين جدا. اولهم اسمح لي قبل ما حضرتك برضه ترد عليها، دايما اما بنخاطب عيادات تنظيم الاسره، اما بتخاطب السيدات بتقول لهم ان مش كل وسائل تنظيم الاسره تتناسب مع الجميع، فهتختاري الوسيله اللي تتناسب مع يعني حالتك الصحيه، فبالتالي يعني مش هنقدر نجبر كل السيدات انها تستخدم وسيله واحده طالما ان مش كل الحالات ممكن تقبل حاله واحده. الحاجه الثانيه ان برضو استخدام اللولب كتير من الناس اشتكت انه بيعمل نزيف وله مخاطر اخرى. ففي مثل حاله المدام عبير ده عندها مشكله ان جسمها لا يقبل استخدام هذه الوسيله، قد يكون تكون هذه الوسيله ممكن تسبب لها مخاطر اخرى زي مخاطر النزيف المستمره وهكذا، او ان حالتها الصحيه وحتى وزنها 55 كيلو لا تقبل هذه الوسيله لان كل جسم له وسيله مختلفه. حاجة تانية برضو مدام عبير يعني قالت علاقة التغذية والتغذية التكميلية بعلاج الأمراض السرطانية، وكان حضرتك أشرت إن في حاجات بتقبل التدخلات الجراحية وحاجات ممكن تتعالج من غير تدخل جراحي. الحاجة الثالثة بقى وهي الحالة المعنوية وعلاقاتها، هل الضغوط اللي بيمر بيها الإنسان
ممكن تتسبب في وجود الأمراض؟ وهل كمان وهو عنده الأمراض الأورام وجات له حالة نفسية، لأننا بنسمع كتير عنده ورم سرطاني على طول بتروح للنخبيس وعلى طول إن هو يعني حالته الصحية هتتدهور، فبالتالي حالته النفسية بتتدهور أصلا. فعايزين حضرتك بقى وحضرتك بترد على مدام عبير تجاوب لنا عن هذه المحاور. جميل جدا. هي بصراحة كده قالت كل ما يتعلق بالقلق من أورام الثدي، وهي بس الحالة بتاعتها بتقول إنه عندها ورم 2 × 4 × 6، وده حجم كبير شوية، حجم كبير ما هو صغير، سنها 33 سنة، ما عندهاش تاريخ مرضي في العيلة، يعني مش مرض وراثي. طيب أنا النهاردة كدكتور بيبقى في علامات موجودة في السونار من خلالها بتشير إلى أنه ورم ده ممكن يكون بنسبة كبيرة حميد أو بنسبة كبيرة رايح ناحية مرض خبيث، لكن لا يعتد بالسونار لوحده في قول للمريض كلمة أنت عندك ورم حميد نام في بيتك بالمرة، لأنه السونار ده حاجة أوبجيكتيف، حاجة طبقا للي بيشوف الأستاذ، اللي بيشوف الزميل بيشوفه وبيكتب، لكن هل معنى ذلك ان اللي شافه ملوش حاجات متشابهه؟ في حاجات كتيره جدا متشابهه ما بين الورم الحميد في الجهاز السونار والورم الخبيث. اذا علشان ما يبقاش الحاجه 100% رايحه ناحيه الحميد او 100% رايحه ناحيه في اتجاه الخبيث، بنعمل حاجه اسمها عينه من الورم، ترو كولر، ده ترو كات، ده عينه بسيطه جدا بسن كده ممكن تتاخد بالسونار، بسيطه جدا بنعملها للست علشان للورم، علشان نقدر نقول لها انت بنسبه 100% ورم حميد، لان حجم الورم. يعني قبل ما نستكمل عشان في اتصالات يعني كتيره عندنا فمنتظرين بقالهم فتره، فهنستكمل مع حضرتك الاجابه بس هناخد اتصال من مدام اسماء. ايوه مدام اتفضلي. اهلا بيكي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ معاك الدكتور. دكتور لو سمحت، انا عندي 38 سنة ومخلفة 4، 2 طبيعي و2 قيصري، بس دلوقتي الصدر عندي من تحت الباط بحس، من تحت القبض بحس بتعب شديد جدا ووجع، وفي وجع، بس هو يعني رحت الوحدة الصحية عملت فحوصات بس الحمد لله ما فيش اي حاجة، قالت لي مفيش اي حاجه. تمام. هرد على في حاجه تاني غير الالم اللي في الابط؟ لا، هو في وجع شديد، في ويعني قشره البرتقانه كده حضرتك تاخد بالك منها، يعني في من الجناب بنفس الطريقه. طيب حاضر، هرد على حضرتك حالا. شكرا لاتصال حضرتك وتابعينا من خلال الشاشه. في اتصال تانية وبعدين نرد. طب لا نستكمل نستكمل الثدي لانه برضه له له علاقه بالثدي. تمام. المحور الثاني طبعا المتصله الكريمه، لا دي الم في الابط ده بنسبه كبيره جدا رايح ناحيه الالتهابات في الغدد الليمفاويه. سواء كانت سطحيه او عميقه. وفي الغالب التهابات الغدد الليمفاويه السطحيه. اللي هي بنسميها احنا واعتدنا على انه بنلاقي احمرار كلكيعة كده بتألم بندوس عليها، دي طالما أنا فحصت ودوست ولقيت احمرار ولقيت وجع شديد في الجلد نفسه وتحت الجلد لقيت حسيت إنه في كور كده صغيرة، ده اسمه التهابات الغدد الليمفاوية السطحية للإبط. دي بنعمل برضو سونار زي ما قلت لحضرتك عشان نفصل. طب هتروح لمين؟ لطبيب يعني؟ لا هي الوحدة كفاية أوي. الوحدة اللي هي راحت لها كفايه والسونار كفايه، وتاخد بعد كده حضرتك بموجب السونار دواء اللي هو المضاد الحيوي وحاجه للتورم ومسكن. هو الحقيقه برضو يعني خلينا اناقش مع حضرتك حاجه مهمه، بما ان حضرتك يعني في وحده اورام ثدي دار السلام، نسبه كبيره من الناس ممكن ما تثقش شويه في الوحدات الصحيه وجوده يعني الرعايه الصحيه فيها. احنا بنقول على اساس ان المتصله ممكن تكون من البحيره، من الغربيه، من الشرقيه، فما عندهمش مراكز اورام، يعني في مسافات بينها وبين مراكز الاورام،
على الأقل التشخيص المبدئي أو الفحص المبدئي بيقوم به الزميل في الوحدات الصحية. بعد كده لما بيكتشف حاجة والسونار بيطلع حاجة بيبعتوا لينا احنا كمراكز متخصصة في العلاج. لكن هي تطمن هذه دي التهابات وبتروح بالعلاج وما فيهاش مشكلة. والتخصص الدقيق للطبيب لو حبت تروح لطبيب خاص. ده طبيب جراح. طبيب جراح. بوجه عام يعني. جراح طيب. العموم. معلش ناخد بقى اتصال من الأستاذة جيهان. مدام جيهان. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ممكن أكلم الدكتور؟ معاك اتفضل. اتفضلي. لو سمحت كان في صدر الشمال في تلقيعة. ورحت مركز أورام قالوا لي ده ليفي وعملوا لي أشعة على صدر الشمال قالوا لي في تقيؤات التقيؤات دي صغيرة فقالوا لي بعد 3 شهور وبتعالي اعمل لي أشعة تاني فمفيش قلق منها فمعلش عايزة أعرف برضو من حضرتك هو الورم اللي في ده لازم يتشال ولا إيه التقيؤات دي عايزة أعرف عبارة عن إيه السن بس سن حضرتك سن حضرتك العمر السن كم سنة؟ 44 حاضر هكلم حضرتك على الأورام اللي فيه شكرا لحضرتك وتابعينا من خلال الشاشة نرجع تاني بقى نرجع تاني وفي نفس ذات الوقت بنرد على لأنه كله في محور الثدي تمام ال 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 الكلمة برضو مرة تانية ورم ليفي أو ورم حميد أو خبيث أو أكياس أو في سونار ليه دور والتأكيد بيتم عن طريق العينة حجم الثدي احنا حجم الورم اللي لقيته المتصلة ما حددتش حجمه قد ايه دم جهان وموجبه سنها احنا دايما السن الذروة في أورام الثدي من 40 الى 55 ده سن الذروة يعني اللي معظم الناس أورام خبيثة بتيجي في العمر ده معظم المتصلين كانوا أقل من سن الأربعين بالضبط فالمجموعة الأولانية ممكن نشك بنسبة كبيرة إن الأورام حميدة لكن من فوق الأربعين لا دي لازم تكمل بقى فحوصاتها الماموجرام والعينة ما ينفعش هناخد بس بالسونار فقط لغير ونتكلم معهم ونطمنهم لازم نطمنهم بالتلات حاجات السونار الماموجرام العينة ده اللي من فوق الأربعين دول بيأكدوا ان الورم بيأكدوا تماما ان الورم ده حميد او ام خبيث فدي لا دي تلجأ لي استشارة اورام نسبة الخطأ قد ايه يكمل معها الخطأ في ايه في 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 في, في الاختبارات التشخيصية يعني لا, الـ لا ده في بعض الناس بتعمل اختبارات اللي حق بتقول عليها وبعدين ممكن يقولوا لها لا ده الورم حميد ويطلع خبيث ما هو وعكس. احنا بس نسبة الخطأ قد ايه نقوله في في, في 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 النقطة دي بلاش نبدي قرار اولا لو أنا مش مختص في التخصص بلاش نلقي بكلمة قرار قرار معناها أن أنا مختص في هذا العلم ودرسته وعارف أبعاده وعارف الجايد لاينز بتاعته فكلمة أن الدكتور عشان يطمن العينة بتاعته أو مريضته بكلمة أنت حميدة وكويسة وروحي هذا إحنا عايزين نشيله بس من قاموسنا زي ما عايزين نشيل برضو من قاموس الطب أنه دكتور الأشعة أو دكتور التحاليل بيقوم بدور الصيدلي بيعمل للعيان الحاجه ويقول له ويشخصه العلاج ويطمنه لا انت دورك محترم جدا بتعمل الطلب الريكويست اللي طلبه الجراح وتقول للمريض تفضل خد رايك من الجراح هو احنا مشكلتنا واللخبطه اللي حاصله انه احنا كلنا كاطباء بره تخصص الاورام بنتكلم في الاورام وبنطمن وممكن يكون صغير لسه وألقى قرار فإحنا خلي التخصص يحكم وإن المريض لا يأخذ إلا باستشارة الأورام المعتمد اللي هو شايف إن هو ده شغله ده علمه ده حالاته ياخد منه المعلومة بس الاطمئنان كحميد أو خبيث النقطة المهمة التانية موضوع الكبسولة برضو عشان المتصلة ما تقولش إنه بتمنع الدورة وسائل منع الحمل احنا قلنا ان هي متعددة اصلا بيقرها دكتور النساء احنا بنقول يبدأ دكتور النساء مع المريضة باللولب اذ ما كانت شيء بالعلم جسمها و
لا يستجيب او في مشكله من اللولب فلا عدوان ان هو يلقي بوسيله اخرى. لكن هي بتقول انه انا مصممه ما ركبش اللولب، رافضه نفسيا، ده عامل نفسي ممكن ما يكونش صح، لان الكبسوله ثبت ان هي بتعمل خلل في الهرمونات، لانها هرمونيه برضو زيها زي حبوب منع الحمل، فبتزود الحجم. يعني لو الحجم كان 2 سنتي هيزيد الكبسوله هتزوده، وبالتالي لابد من رفع الكبسوله. طيب يبقى في وسيله تانية تاخدها، تشوف مع دكتور النساء ايه الوسيله المناسبه ليها. بس انا مصر على انه اللولب يتحط رقم واحد. اول نصيحه هي اللولب. بالظبط. ناخد برضو اتصال ونستكمل الاجابه عن التساؤلات. مدام زينب اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 44 سنه وعندي 3 اولاد، وكنت بستعمل وسيله منع الحمل الحبوب بقالي 17 سنه، يعني بستعملها ووقفتها. دلوقتي ماشي على ايه؟ دلوقتي واقفه ماشي على ايه؟ الكبد عندي كبر، مش ماشي على وسيله؟ لا، الكبد عندي كبر جدا. بنتي الصغيرة عندها 17 سنة من ساعة ما اتولدت وأنا باخد الحبوب. الثدي كبر جدا عندي، بقى كبير جدا، وبيشرب عرق ريحته كريهة كده، ومش عارفة أعمل إيه. طيب لكن بس زيادة حجم الثدي، لكن مفيش أي حاجات تانية حسيتيها في الثدي، هو كبر الحجم بس. لا، هي الدورة ضعيفة جدا، الدورة منتظمة عندي بتجيلي كل شهر، بس بتجيلي ضعيفة جدا. طيب شكرا لحضرتك وتابعينا من خلال الشاشة. السؤال دوت هو لسه احنا لاقيين الضوء عليه، وقلنا ان السن طالما مؤشر ال 40 سنة جه، الست تقول انا كده محتاجة تشيك اب على الثدي بتاعي مع استشاري اورام. ليه؟ لانه انت دخلت في السن اللي هو الدراسات كلها ثبتت انه من 40 الى 55. لكن هي الزروة ما بتشتكيش من تكيسات اللي هي حجم الثدي، دي ما لاحظت، والعرق ذو الرائحه الكريهه. بالظبط، لاحظت انه الثدي كبر، ما هو ده الحبوب، هي دي الحبوب، مضاعفات الحبوب، دي نقطه. وهل الثدي بس اللي زاد ولا جسمها كله اللي زاد؟ الحاجه الثانيه، كبر حجم الثدي ده بيبقى الاساس فيه خلل هرموني، حصل خلل هرموني، وبالتالي نفس القصه هتخش لاستشاره الاورام ويعمل لها الفحوصات بتاعتها، ولو كان حجم الثدي اكبر من حجم معين ممكن، وما تكونش سببه ورم، ممكن نعمل عمليه تصغير الثدي. فدي حاله فسيولوجيه بحته هرمونيه، لكن هتروح لدكتور الثدي و تفحص معاه الامور، لكن تطمن لان ده المده 17 سنه كافيه من الاورال كونتراسبتيف بيلز او حبوب منع الحمل، بتعمل ميه في الجسم وبتزود الجسم فبالتالي ممكن يكون الجسم زاد والثدي زاد معاه. فلا، دي حاله عاديه تروح وتطمن من خلال الفحوصات اللي هنعملها. والعرق برضو مرتبط بنفس ما هو التغير. كل ما يزيد الحجم حضرتك، كل ما تزيد المساحة، نسبة الاحتباس الحراري بتزيد، كل ما زاد الحجم العضو الاحتباس الحراري بتاعه بيزيد، فالمريض بيعرق، الغدد العرقية بتزيد، فبيحس العرق. ده طبعا في الثدي منطقة مقفولة بيحصل منها انفكشن، وبالتالي بتحس ريحة الانفكشن ده، فلازم تطهر كويس، تنشف كويس، ونوع الملابس خالص. نوع الملابس بيفرق كمان. بالظبط كده، بالظبط. فهي حالة تطمئن خالص يعني. طيب ناخد كمان اتصال من ام محمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام. ازيك يا استاذ؟ كل سنه وانت طيب. وانت بالصحة والسلامة، ربنا يعيد عليك الأيام بخير. معاكي دكتور السيد. ممكن أكلم الدكتور؟ معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا فندم. أنا جالي ورم جنب الثدي الشمال، فاستأثرته واخدت علاجي وخلصت العلاج. فقالوا لي في دكاتره في التأمين الصحي، انا مدرسه، قالوا لي تاخدي علاج وقائي، فجيت خدت منه جلستين نزل عندي الصفائح والجلوبين، فالدكاتره وقفوا لي في التأمين.
فالوقت قليل في ليك متابعة كل 3 شهور كتابة، فبتابع في التأمين الصحي. فأنا الوقت يا دكتور بروح عملت البنوجرام ده وعملت السونار، الحمد لله على التدين ما فيش أي مشاكل يعني الحمد لله. بس تمام الغدة غطوطة كده، رحت للدكتور برضو قال لي ده ما فيهاش أي حاجة ما تعديش 2 سم، اسمها غدة لينفاوية فوق السد الشمال. فأنا قلقانة بصراحة منها، قال لي ما فيهاش أي خطورة ولا فيها أي حاجة، فأنا أعمل إيه دلوقتي؟ يعني بصراحة عاملة لي أنا وأنا دلوقتي 57 سنة. هرد على حضرتك حالا. أولا حضرتك تسأل حاجة تاني؟ لا لا، مستابعين محمد إن شاء الله. حالة جميلة جدا، هي مسألة زي ما قلنا لحضرتك إنه الورم الخبيث بالتحديد أو السرطاني لا يكتفي لا نكتفي بالجراحة فقط. وإحنا قلنا ليه بتروح لاستشارة الأورام اللي هم المرضى اللي بيصابوا بالأورام؟ علشان في بروتوكول لعلاجهم لازم يمشوا فيه. انما الطبيب الاخر الجراح الاخر هو مختص في انه يشيل فقط الورم، لكنه مش مختص ايه اللي بعد شيل الورم، وهل درجه الورم ده تتشال ولا لا، هل يدي قبله كيماوي علاج كيماوي الاول ويصغر الحجم ثم بعد ذلك يشيل، هو بياخد قرار شيل مباشره. ده بيأثر على صحه المريض، لانه بعد ممكن يشيل ويرجع له الورم لانه كان الورم متاخر وما استفادش من العمليه الجراحيه، كمان ما دخلش ما كملش العيان البروتوكول بتاع علاجه، انه في الاستادي بالتحديد 4 خطوط، جراحه خط في العلاج، الكيماوي خط، الهرموني خط، الموجه خط الهيرسبت. الاربعه لابد ان العيان يمشي فيهم في الثدي، لابد ان العيانة مريضه الثدي تمشي فيهم. عملت الجراحه وبعدين دخلت على الكيماوي، خدت جلستين، صفائح الدمويه بتاعتها وصوره الدم مش كويسه، خلاص كده جسمها مش متقبل الكيماوي اكتر من كده، فبنستنى احنا على المريضه ونتابعها كل 3 شهور ونشوف صوره الدم هتتعدل ولا لا، وبنديها البديل وقال وهو الموجه. ممكن ان احنا الهرموني ده ثابت لمدة 5 سنين، قرص بتاخده المريضة كل شهر لمدة 5 سنين، ده ثابت الهرموني. الجراحة دي حاجة بتبقى اتعملت، اجراء اتعمل، بيبقى المتابعة ما بين الكيماوي والإشعاع والهرسبتين. الكيماوي ممكن ندي الموجه بديل له في حالة ما انه الكيماوي الأصلي تعب المريض. الإشعاع في حالات بتاخد إشعاع بعد ما بنعمل زي ما هي عملت المقطعية ولقينا الأمور كويسة والماموجرام كويس، خلاص ممكن نتابعها كل 3 شهور زي ما هي كده، وتستمر الحالة على المتابعة بلا قلق. يعني هي ما تقلقش نفسها، خلاص هي كل 3 شهور لازم تروح تتابع وتعمل الإشعاعات بتاعتها علشان نطمنها أكتر إنه الحاجة اللي ما فيش ارتجاع تاني للورم، على الأقل 2 3 سنين تتابع كل 3 شهور. يعني أم محمد تطمن وإن تطمن الحالة بتاعتها وهي دي حالتها فعلا، وده الإجراء المظبوط اللي اتاخد بيها في التأمين الصحي. وهل هي زي ما بتقول كده إن دي غدة مش انتكاسة أو ارتجاع لل ما هم لما عملوا ماموجرام أو سونار لقوا غدة أقل من 2 سنتي من الغدد الليمفاوية موجودة، ديت عادية خالص، دي رياكتف مش ارتجاع، طالما ما فيش ورم ما ارتجع يبقى ديت غدة. يبقى نقول له محمد اطمني وتابعي زي ما انت متابعة، وان شاء الله ربنا يتم عليك العافية والشفاء. وناخد اتصال من ام احمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام. معاكي دكتور سيد، اتفضلي سؤالك. لو سمحت انا كنت عايزة استفسر، مامتي عندها ورم ليفي، هو تقريبا خد 9 سنتي. دلوقتي في نزيف قوي جدا ما بيقفش، يعني مثلا حتى لو خدت ايفان واخد نزيف وريدي. طب ممكن معلش كام سنتي بس؟ معلش ام احمد عشان الصوت مش واضح، ممكن يعني نتكلم التليفون ونوطي التلفزيون عشان عامل صدى، فكلام حضرتك مش واضح.
تمام حضرتك سامعني ايوه كده كده تمام، نعيد من الاول بقى. تمام انا بقول لحضرتك مامتي عندها ورم ليفي، و كام سنتي هو كام حجمه 9 سنتي 9 سنتي 9 سنتي فبقاله مده يعني بيجيب نزيف قوي جدا وما بيقصش خالص. لو خدت اللي هو الابر الوريد كابرون ومعاها دايزينول بيقف مثلا كام يوم او اسبوع او اسبوعين ويرجع تاني في نزيف قوي بتجلطات كده حاجات كبيره دم متجلط. العمر كام سنه يا فندم؟ العمر كام سنه؟ هي عندها 48 سنه. 48 48 مخلفه و وهي بنتها. مخلفه. طيب الدوره موجوده ولا الدوره موجوده ولا 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 ما فيش؟ لا موجوده لسه. موجوده لسه، حاضر. هرد على حضرتك. شكرا لحضرتك وتابعينا ان شاء الله نرد عليه. دي موضوع مهم جدا اللي هو الورم الليفي الموجود في الرحم، وهل يتم اجراء عمليه له ولا متابعه؟ لو كان السن صغير والحجم صغير يفضل المتابعه. يفضل المتابعه له افضل مليون مره من التدخل الجراحي. حجمه صغير مش بعامل مشكله، تمام، وسن المريضه صغير. ممكن لو كبر عن 6 ل 7 سنتي، لا هنا الكتاب بيقول واحنا بنقول لا في تدخل جراحي، ممكن يكون جراحي او بالمنظار على حسب المريضه وعمرها والدنيا دي كلها، نستطيع ان احنا في حالتها ان احنا نعمل تدخل جراحي، خصوصا ان هي في نزيف مستمر وما بتوقفش وعمرها يسمح باجراء العمليه. نوع العمليه بتحدده مع استشاري النساء او الاورام لو تحب، اذا كان يتشال الورم بس او لو كان فيه ورم تاني او متعدده الاورام ممكن يتشال الرحم. اذا هي حاله للتدخل والراي، فتروح لدكتور الاورام الاول يحدد لها الخطوط اللي هتمشي عليها سواء جراحه او منظار، ثم بعد ذلك تاخد هي القرار في اجراء الافضل والمناسب بالنسبه لها واللي يبقى مريح ليها نفسيا. لكن هي شيل دي خلاص اكتر من 6 سنتي نزيف مستمر، لابد من شيل الورم او شيل الرحم طبقا لعمر المريضه اذا تطلب ذلك، والافضل بالنسبه لها والافضل بالنسبه ووفقا لقرار الطبيب المختص. الطبيب. ناخد اتصال من مدام خيريه. ايوه اهلا بيك يا مدام خيريه. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي سؤال ممكن حضرتك. ممكن اتكلم الدكتور معاك؟ اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 63 سنه وبعدين بعاني من، انا عامله متابعه زهيه فادوني ست كده كيماوي، وبعدين قالوا لي هتاخدي بعد كده علاج هرموني. خدت العلاج الهرموني بقالي شهرين، فانا حاسه بقالي كده اسبوع بعد الشهرين العلاج الكيميائي اللي هو الهرموني ما سابه، فحاسه ان صدري اتنفخ وحاسه ان قليل كده حواليه ووجعني قوي. فخدت البرشام اللي هو بتاع التورم والالتهابات ده، فحسيت بالام في معدتي رهيبه. رحت للدكتور بتاع الباطنه فقال انا مش مطمن على الكبد، لا يكون الكبد فيه حاجه. فانا مش عارفه اعمل ايه، عايزه اعمل اشاعه، قلت اروح بقى بكره البهيه ولا اعمل ايه يا فندم؟ مش عارفه. طيب خلاص حضرتك تسالها في حاجه؟ لا هي دي كلها اعراض اخذ العلاج. طب شكرا يا مدام خيريه وتابعينا وان شاء الله نجاوب على حضرتك. اعراض احيانا كتير جدا بيبقى في اعراض للهرمونات مش لها علاقه بالهرمون اكتر ما لها علاقه بالمناعه بتاعه المريض. يعني اللي عندها ده هو رده فعل المناعه للهرمون اللي بتاخده للحبوب اللي بتاخده. يبقى اللي عندها هو يتعالج بالعلاجات العادية خالص، يعني ما تتخضش، هيدوها علاجات كويسة جدا تشيل التورم دوت أو الانتفاخات دي وتهدي شوية من المناعة اللي بتبقى يعني لها دور في إن المريضة بعد ما بتاخد العلاج
بيتفاعل معاه المناعه او المناعه ما بتستجيبش. هي مشكله مدام خيريه الاثار الجانبيه للعلاج فقط. ودي وده سمع في حاجات تانية واجهزه تانية، سمع في المعده وسمع في الام الصدري وحجم الثدي، يعني عمل مضاعفات تانية. وهي كده قلقانه ان يكون كده. لا هي ما تقلقش ان دي مضاعفات، خلاص احنا اتفقنا ان دي مضاعفات من الدواء، خلاص هتتابع بكره مع بهية او خارجيا كما تحب، هيعطيها علاجات. يعني ما تتخضش من الورم، يعني هي دلوقتي بتقول عايز اعمل اشعاعات. طب اعملي اشعاع على ايه؟ ده دي كده خايفه من الكبد وخايفه من المعده. لا 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 لا، دي مناعه. دي دم، دي دم. بنعمل لها تحليل دم وبنشوف قوه المناعه عندها قد ايه، فبنلاقي انه المناعه ضعيفه نسبه الى العلاج الهرموني اللي اخذته، فساعتها بنديها ادويه وبنديها غذاء معين تزود المناعه، يزود المناعه فالاعراض تروح، لان ساعتها بيبقى خلل حصل في جهاز المناعه. وحتى تورم او تضخم الثدي والالام اللي فيه، كل ما يتعلق بالتورمات جهاز مناعه، يبقى محتاجه انها تزود المناعه سواء من عن طريق نظام غذائي او لازم عن طريق تروح تاخد برضو في بالها تتعدي على دكتور التغذيه. دايما نقول لعيان الاورام بقى، دي نقطه مهمه جدا، كان سؤال سابق مدام ايمان كانت بتتكلم في محورين لسه هنغطيهم، اللي هو الغذاء وعلاقته بالاورام والحاله النفسيه. بالظبط، احنا عايزين حاجه برضه نغطيهم. الغذاء ده اساسي، يعني من ضمن العلاجات المصاحبه ل او الاطباء المصاحبين للمريض الورم هو دكتور التغذيه، سواء قبل العمليه او بعد العمليه، سواء كان له علاج هرموني ولا بعد العلاج الهرموني، لابد من تواجد دكتور التغذيه ملازما لعيان الورم ايا من كان نوع الورم وايا من كان سن المريض، لانه له دور كبير جدا في تظبيط جهاز المناعه اللي من خلاله يستجيب المريض للادويه. فالغذاء مهم جدا، دكتور التغذيه العلاجيه مهم جدا، وده عندنا مفعل في المركز. دكتوره هبه عبد الفتاح مشكوره استاذه في معهد الاورام بتقوم بالدور. التغذيه العلاجيه مهم جدا جدا جدا، ولابد انه المريض كما انه بيروح لعلاج الاورام لاستشاره الاورام لاجراء عمليه او لاخذ الكيماوي، ايضا يذهب الى دكتور التغذيه عشان يعرف برنامجه الغذائي هيمشي ازاي. واحنا بنتكلم على التغذيه، وزي ما اتفقنا كده ان الغذاء مهم في رفع مناعه مريض الاورام، ولكن هنيجي برضو على دور الغذاء في اصلا وجود اورام، يعني التدخل في المبيدات المختلفه وحجمها، نوع الغذاء والتعامل مع الطيور برضو بالهرمونات اللي احنا بناكلها. يعني نصايح حضرتك برضو في كيفيه التقليل من الاثار السيئه او الجانبيه لطريقه، يعني الطريقه غير الصحيه للغذاء اللي احنا يعني متداولينه، وده اللي بيسبب على بيتسبب في وجود الاورام. سؤال جدا نشكر حضرتك عليه، هو هل الغذاء دور في الاورام، او نوع الغذاء له دور في الاورام؟ في بعض الاورام، ليس في كل الاورام، في بعض الاورام كالقولون والمعده ليهم دور الغذاء او نوع الغذاء فيهم. الثدي له قلنا علاقه بالهرمونات والزواج والخلفه، اما القولون والمعده ليها دور كبير جدا في الاورام بتاعتها في الغذاء، المواد الحافظه فلازم نكون نباتيين اكتر منه لحوم ودهون، زي ما بقولوا انا راجل نباتي، ده كلمه ده حاجه كويسه جدا، نقلل من البروتين الحيوي، انه نقلل من البروتينات ونقلل من الدهون بوجه عام، اكلنا يكون قليل بروتين قليل دهون، ونحافظ على جسمنا من الزياده عن طريق الاكل. ما احنا بنزيد 99% من الاكل، فلا نحافظ على محور جسمنا سواء بالرياضه بقى سواء بتقنين التغذيه، علشان التغذيه ليها دور في زياده الوزن وامراض القولون، اورام القولون واورام المعده، وكما انه الرشاقه والرياضه وانه يكون نباتي الشخص ليها دور في الوقايه من اورام القولون والمعده. ونوع الغذاء
اه طبعا، ما احنا لسه بنقول اهو نباتي ولا حيواني، لكن ولا ما فيش طريقه معينه، لان احنا مش عارفين الغذاء ده متعالج ازاي ومتسمد ازاي، فما فيش طريقه معينه. اه ما نقدرش نقول انه اكل معين مخاطر هو اللي بيودينا لاورام القولون. لكن زياده الدهون بتيجي من الاكل، زياده البروتينات بتيجي من الاكل، وبالتالي انا ما بزود ونقلل من الاغذيه المحفوظه والمواد الحافظه طبعا. يعني المواد الحافظه دي والمواد واللحوم المصنعه وكل، انا شايف ان ملهاش لازمه. اعملي في البيت احسن، اوفر، ادق. المواد، فالمواد الحافظه دي سواء للاطفال او الكبار او السيدات او الرجال، انا شايف ان هي عاده سيئه. هل لها دور في وجود الاورام؟ اكيد. انت النهارده حاطط حاجات مكسبات. طب يعني اسمح لي اسال سؤال حضرتك مباشر فضل. وده يعني مهم لكتير من البيوت. يعني الغذاء الاساسي للاطفال في كل بيوتنا البطاطس المحمره. ايوه. وكتير من الاطباء بيشيروا ان اي حاجه في الزيت يعني في التحمير دي لها اثار بتسبب وجود اورام. فهل دي معلومة حقيقية؟ وإذا كانت حقيقية يعني البدائل بتاعتها إيه؟ السؤال جميل جدا جدا وملحوظة يعني من حضرتك، تستدعي فعلا التحية. البطاطس أو الزيوت، التحمير عموما، الزيوت أو الزيوت، هو في زيوت مش غير مشبعة وزيوت مشبعة. إحنا بنختار الزيوت الغير مشبعة بحيث اللي هي عباد الشمس، الزيتون، اللي هي ما فيهاش ضرر وبتقوم بالوظيفه، ما فيهاش ضرر، ان هي ما فيهاش احماض مشبعه تعمل لنا مشكله بعد كده، تتفاعل مع الجسم وتعمل مشكله. طيب اذا النهارده ما انا عندي الزيت اللي بيؤدي للوظيفه اللي هو التحمير فقط وينتهي، وفي زيت مستمر بيخش مع البطاطس ويعمل تفاعلات جوه. اذا خلينا في الزيوت الطبيعيه الغير مشبعه زي الزيتون وغيرها وعباد الشمس وغيرها، وما نخافش منها خالص خالص، لانها بتؤدي وظيفه التحمير. كما ان التحمير ما يكونش تحمير تام، يعني مش لازم انا احمر البطاطس اخليها كلها، لا، اعمل بس التسويه. التسويه كل ما كان الشيء قرب المسلوق كل ما كان كويس جدا في التغذية، في الغذاء بالنسبة للأطفال بالذات. يعني نصيحة حضرتك ان نحاول بقدر الإمكان نتجه إلى وسائل يعني في الطهي يعني بعيدة نوعا ما، بعيدا عن التقليدية، عن التقليدية اللي هو أجيب الزيت العادي وأقوم حاطه يعني دي محمره. أسهل طريقة للأمهات عشان يعني تلبي احتياجات أولادهم البطاطس. واحنا كده، واحنا اتربينا على كده. ما احنا برضو فوجبه رئيسيه للاطفال كانت اساسيه عندي لغايه دلوقتي ولكن اطباء كتير بيقولوا لا ده في ده بتسبب الاورام، فاحنا عايزين نحافظ على صحه اطفالنا. راحوا ناحيه الزيوت بس يعدلوا الزيوت زيتهم، ظبطوا الزيت بتاعهم والسوى، ظبطوا الزيت يعني ظبطوا الزيت والسوى والتسويه. طيب نرجع تاني زي ما احنا بنقول الغذاء وعلاقته بالاورام. الحاله بقى النفسيه، يعني كانت الاستاذه المدام ايمان كانت بتقول هل الضغوط النفسيه اللي بنمر بيها والمشاكل والصعوبات هل ممكن يكون ليها دور في وجود امراض الاورام؟ ونيجي برضو في حاجه مرتبطه بيها، يعني زي ما احد المتصلات قالت ان اول ما عرفت ان في ورم عندها جالها حاله نفسيه يعني من الخوف. فبرضو هل في طريقه للتلطيف او تحسين الحاله النوعيه لرفع المناعه؟ فحضرتك برضو يعني نغطي هذا الجانب. فعلا سؤال جيد جدا. هو ان التاثير كلمه ورم على النفس البشريه، وده خارجيا في طبيب نفسي بيتعرض عليه مريض الورم. اي مريض بيجيله ورم في اي جزء، سواء معده، قولون، ثدي، مثانه، بروستاتا، هناك بيعرضوه على عياده اسمها عياده الطب النفسي. ودي برضو عندنا برضو في دار السلام مركز الاورام عياده انشئت للطب النفسي. طبيب نفسي بيجي وبيتعرض عليه بعض المرضى
اللي فيهم حاله نفسيه صعبه جدا، وبعد كده هتبقى اوتوماتيكالي يعرض على الطبيب النفسي قبل اي تدخل اخر في علاجه زي بره بالظبط. فبالتالي الناحيه النفسيه مهمه جدا للمريض طبعا. اكساب المريض بقى تغير في حالته النفسيه بيجي منه هو، سواء بان هو بيصبر وبيعتبر ان هذا اختبار وهيعدي، وما يسمعش الى المحيطين بيه اللي بيقعدوا يقولوا له ده اصل الورم ده مات بدي خالك عمك جارك، ولا الورم ده ملوش علاج، لا ده له سنه، لا اتنين الدكتور قال حق عبد الحليم حافظ مات بقى. الكلام ده كله بيأثر نفسيا على، وده دور التوعية، وده له انعكاس على الحالة المعنوية بالزبط. وزي ما حضرتك بتقول الحالة المعنوية بتأثر في المناعة. يبقى أنا أعزل نفسي كمريض معافى إن شاء الله من الورم عن الناس وكلامها. كمان في عادة سيئة دلوقتي وهي الفحص على النت. الفحص على النت إنك أنت بتجيب حاجة تقراها، انت الحاجه اللي موجوده وانت بتبحث عليها دي بتقريها، دي انت مش عارفه مصدرها ايه ولا الغرض منها ايه ولا مين اللي كاتبها، مختص ولا مش مختص. فما ينفعش ناخد ثقافتنا الطبيه من النت الانترنت، ما ينفعش. اصل انا دكتور قريت، طب ما ده بيأثر على نفسيتك، لانك لما بتروحي للطبيب المختص ويجي يتكلم معاكي بيلاقي في اختلافات في الفكر، انت متيمه بالكلمه اللي مكتوبه في النت. طب ما هي اصل الكلمه نفسها مش طبيعيه. يبقى نعزل نفسنا عن الاقوال، خلاص انا بصبر واحتسب هذا هذا الاختبار واكمل في الاجراء عادي خالص. ثانيا اعزل نفسي عن الكلام من غير المختصين وخصوصا من المرضى اللي زيهم زيه. ثالثا البحث على النت، وان انا قبل ما اروح للدكتور انا اقرا الموضوع عشان لما اروح ابقى فاهمه واقعد اناقشه واخد اتجاهه ناحيه الكلام المكتوب. الكلام ده مش مظبوط. العامل النفسي لازم المريض يتقبل المرض. هي المشكله في وريد الورم ان غير متقبل، بيعتبر انه حاجه بقت عيب ان انا اقول ان انا مريض ورم. طب ما هو زيه زي ما مريض المراره، مريض السكر، مش معنى مريض السكر مريض الضغط ما بيزعلش ويتصدم لانه عارف ان ده مرض مزمن وله علاج هيمشي عليه وهينتهي. انما مريض الورم بيعتبر ان دي النهايه، لا ما كانتش ابدا. احنا في ناس شايلين لها المثانه، شايلين لها الثدي، شايلين لها الورم، الغده، كل حاجه، وعايشين بقالهم سنين عمرهم وكويسين جدا واكفاء. يبقى العامل النفسي في دور على الشخص نفسه لازم يقوم بيه، ودور على الطبيب النفسي بقى اللي ياخد جلسه مع المريض اتنين تلاته يفهموا ايه النوع المرض الورم، ايه خطورته، كل الكلام ده اختصاص الطبيب النفسي. فلا بد من زياره ايضا الطبيب النفسي، ان احنا ناخد مريضنا مش علشان مريضنا اتصاب بحاله نفسيه، عشان يشرح له ويوصف له تهدئته من الخوف والرعب من الموت. هو بيبقى اعتبر ان المرض ده او الورم ده هيؤدي لوفاته، وان دنيته انتهت وبيسيب عمله وما بيروحش يمارس حياته الطبيعيه وبيتخانق مع اولاده، وانا بقيت مريض، انا هموت، انا مش هشتغل. كل الكلام ده علاجه في الطبيب النفسي وزيارته. يعني حضرتك اشرت الى ان يعني في اكتر من تخصص مهمين في التعاون مع الورم، نعدهم مع بعض بقى الورم دلوقتي بيشارك في علاجه للمريض كام تخصص؟ الجراح وهو ده المايسترو، بعدين الكيماوي، ثم الاشعاع، ثم التغذيه، ثم الباثولوجي اللي هو مسؤول عن العينات وفحصها، ثم الطب النفسي، ثم التغذيه. تمام، سبع افراد. سبع افراد. ناخد اتصال من ام محمد. ام محمد معانا؟ ايوه 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 محمد اتفضلي. يا دكتور انا صدري من ساعه ما ربحت يعني جنب منه وجنب دي من ده. جالك ايه يا فندم؟ هو يعني مش برفع ده قوي وبيطلع لي فيها مؤبضه كده.
حضرتك سامع؟ لا. طب معلش يا محمد حاولي توضحي صوتك اكتر عشان الصوت مش واضح شويه. جنب صغير صدري. حاجه صغيره في صدرك اليمين. جنب اليمين. الجنب يا فندم ولا الصدر؟ جنبك اليمين من تحت؟ هو الصدر اليمين يعني. الصدر اليمين. الصدر اليمين يا فندم. صدر ولا ثدي؟ صدر ولا ثدي؟ ثدي. ثدي يعني. ثدي يعني. في حاجة صغيرة في الثدي اليمين. انا بربع. عمرك كام سنة؟ انا عندي 27. 27. الحاجة دي انت حساها لمساها يعني تمسكيها بايديكي؟ يعني ثالث عام معايا وكل مرة بيبقى نفس الموضوع. مين المصاب تاني؟ يعني ثالث مره رضع يعني. لا الرضاعه مالهاش علاقه. انت بتقولي بحس بكلكعه صغيره كده في الثدي اليمين. لا مفيش كلكعه، قلتي نقط بيضه. نقط بتنزل من الحلمه؟ لا نقط بيضه، نقط في الجلد ذات نفسه. نقط في الجلد نفسه. في الجلد نفسه. حاضر يا فندم. حاضر. شكرا. النقط دي طلعت بقى لها قد ايه؟ ظهرت بقى لها قد ايه؟ لا ست سنين. ست سنين؟ بس ما بتزيدش، يعني فشلت جلديا بس هي ما بتزيدش. ما بتزيدش، طب النقط دي موجودة في أماكن تانية غير الثدي؟ لا. طب أنت بتاخدي أي أدوية مناعة؟ لا. عندك في حبوب بسيطة لسه بتكون صغيرة برضه حوالين الحلم كده. ماشي على وسائل منع إيه؟ منع حمل إيه؟ بعض حقن. الحقن؟ بقالك كام سنة بتاخديها؟ لا لسه يا دكتور، لسه والده ليا 4 شهور. دي اول مره تاخد الحقن؟ امال قبل كده كنتش بتاخدي؟ كنت باخد برشام او باخد حاجه يعني. كنت بتاخد البرشام وبعدين حولت دلوقتي على الابر الحقن. تمام ماشي خلاص. هرد على حضرتك. شكرا. تابعي معانا. وهو الحقيقه في برضه من شيء يذكر ان بعض الاطباء بيقولوا يعني من الفحص الذاتي ان في بعض العلامات كده لو لقيتها في جسمك زي اللون احمر، تجمعات لونها داكنه، النقاط البيضاء زي السيده ام محمد ما قالت، فحك ايه دلالات هذه العلامات؟ احنا عايزين نقول بس التغير ده تغير جلدي موجود في الثدي، في منطقه الثدي، لكن هو تغير في الجلد، بتقول علامه نقطه بيضاء. النقطه البيضاء دي اسبابها كتيره جدا، مش شرط ان يكون الثدي فيه حاجه، ما لهوش علاقه بالثدي، ده مرض جلدي. مرض جلدي له اسبابه. فاحنا الطبيعي ان احنا بنعمل فحوصات الشامله للمريض، بنشوف الكبد بتاع المريضه كويس جدا، بنشوف صوره الدم للمريضه كويس جدا، بنشوف نوع ال وثبات هل في اماكن تانية فيها البقع دي ولا لا. دي في الغالب بتكون متى حاله نفسيه طلع من خلالها البقع دي، او نقص مناعه بنسبه كبيره، ومن الاثنين لهم علاقه بالجلد. يعني الامر بالنسبه لها حاجه، يعني حاجه ملهاش علاقه بالاورام خالص، هي ليها علاقه بالجلد، فبتروح لدكتور جلديه كويس جدا بيقوم بتشخيصها، وهتطلع ما بين عامل نفسي، يعني حاجه موجوده زي الوحمات، زي ما يتقال انه انا مش عارف حاله وفاه، صبحت الصبح لقيت التغير ده طلع لي. هل ممكن يكون مرض جلدي زي التانية؟ وممكن يكون مرض جلدي بالظبط. ما انا بقول لحضرتك هو مرض جلدي، بس ممكن يكون سببه قصدي حضرتك ال 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 التنيات والفطريات. فما احنا بنشوفه هل هو فطري؟ مش كده حضرتك بنعمل فحص شامل، تحاليل شامله، هل هو مرض فطري؟ طب هل العلامات اللي هو اللون الاحمر في الجلد او كده، هل ده من علاماته؟ اي علامه في الجلد لها علاقه بالاوعيه الدمويه، ولها علاقه بنوعيه الجلد او حساسيه الجلد، لكن مش مؤشر لوجود امراض سرطانيه. لا، يا اما تكون مؤشر لاوعيه دمويه تحت هي اللي عامله كده، الدم فيه حاجه معينه، او حساسيه الجلد ده وطبقاته ورقته
هي اللي عامله التغير دوت في الجلد. تمام، يبقى كده الموضوع يعني مطمئن لام محمد، وممكن نكشف عند امراض طبيب امراض جلديه وهتكون الامور طبيعيه يعني. طيب حاجه اخيره يا دكتور قبل ما نختم حلقتنا بقى، يعني كل المتصلات اللي كلمونا النهارده عندهم ابناء، فهل في هنا تخوف او داعي لوجود يعني امراض وراثيه او انتقال هذا المرض للابناء؟ فهل مهم هنا انهم يتابعوا ابنائهم او يبقى في فحوص مبكره لابنائهم؟ فعلا السؤال ده يعني بحقيقي هو يعني النقطه اللي الحلقه كلها قايمه عليها، والرساله انا عايز اوصلها، المتابعه للابناء. الاورام مش بس للمريض نفسه بالورم، لا، في اورام ليها نسبه وراثه كالثدي، القولون، البعض من الغدد الدرقيه. طيب الثدي هو اهمهم لانه منتشر ويهمنا، لانه البنت مجرد ما تبلغ لازم احنا على سن العشرين سنة لو عندها عامل وراثي نتابعها، يبقى تتابع البنت من عشرين سنة، ما نستناش ناخدها ونوديها عيادة المتابعة علشان دي عندها عامل وراثي، مامتها او خالتها او اختها جالهم سرطان ثدي، فلازم نهتم ونتابع من سن العشرين. ايضا من سن العشرين نتابع برضو او القولون، الراجل النهاردة جاله قولون، الاب عياله عرضة أكتر للإصابة بالقولون، فمن 20 سنة برضو بيروح يعملوا فحوصات القولون، التانيين بيعملوا فحوصات الثدي وهكذا. إذن الورم اللي له نسبة متابعة الطبيب المعالج بيقول لها، المفروض يعلم الست اللي ليها أبناء وهو بياخد الهيستوري منها إنه أبنائك أعمارهم كام، عشان في النهاية يدخلهم أوتوماتيكالي في المتابعة. هي دي النقطة اللي نقصانا احنا كدكاترة، هذا 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 من من الطبيب نفسه، أمانة المهنة، انه بس مش بس يعالج المريض، لا، وينظر للأبناء ويعرف ايه الوراثي وايه اللي مش وراثي وايه اللي يتابع بسن كذا وايه اللي ما يتابعش. اذا يعني نؤكد على كلام علشان شفاء أبنائنا، استشارك راحة الأورام، على أهمية الثقافة والوعي بالنسبة لمشاهدينا الكرام. وعلى مدار يعني ساعة تقريبا تناولنا قضية صحة المرأة وأورام الثدي من كل الجوانب، فبنتقدم بكل الشكر للدكتور السيد الباز استشاري جراحة الأورام وأورام الثدي. شكرا جزيلا دكتور. أشكرك يا دكتور عماد طبعا، وكانت حلقة قيمة جدا، حلقة جميلة، نتمنى ان تكون افادت كل مشاهدينا، ان شاء الله تكون مفيده لكل مشاهدينا أخرى إن شاء الله. باذن الله تعالى. واعزائي المشاهدين، في عياد الصحه دايما هنناقش كل ما يهم صحه الاسره، ونشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.